السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير، مزيانين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة حسناء امين، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. واول حاجة نبداو بها بالصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اليوم ان شاء الله غنشارك معاكم عصير ديال القرعة، عصير د لافوكا بلا لافوكا. المهم راكم عارفين العصير الغني عن التعريف، العصير ديال القرعه كيجي رائع، كيجي زوين بزاف ومنعش واقتصادي بطبيعه الحال، وكيجي لذيذ كذلك. هنايا البنات عندي القرعه، القرعه الخضراء اللي نقيتها قشرتها وغسلتها وسلقتها. هانتوما البنات سلقتها هي والماء فقط، ما زدت حتى شي حاجه، ما زدت لا فاني معها لا سكر لا حتى شي حاجه، غير هي والماء وخليتها تتسلقات. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه طايبه، وخليتها في الثلاجه تبرد. بسم الله. عندي هنايا جوج ياغورت ديال البيستاج، ضروري البنات البيستاج كيعطي نكهه زوينه في هذا العصير هذا. عندي هنايا جوج، وعندي هنايا نص لتر ديال الحليب، وعندي ساشي ديال الفاني، وكذلك سكر سنيده 3 د المعالق، ودائما كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي ندير كلشي هادشي في الخلاط الكهربائي. بسم الله. غادي ندير القرعه ديالنا. طبيعه الحال البنات الكميه دائما كنقول لكم على حساب افراد الاسره ديالكم. غادي نزيد ليها هنايا 3 ديال المعالق سكر سنيده، ها هي. عندي هنايا ساشي وحده ديال الفاني. كاين البنات اللي كيسلق فاني، فاش كيبغيو فاش كيسلقوا القرعه كيديروا معاها فاني، انا ما كنديرهاش في يعني تسلق، انا كان من الاحسن انكم ديروها هنا كتبقى محافظه على النكهه ديالها. غادي ندير هنايا الياغورت، عندي هنايا البنات جوج ياغورت ديال البيستاج. وفي حاله من الاحسن انه يكون ديال البيستاج، النكهه ديال البيستاج. وفي حاله ما متوفرش عندكم او لا ما لقيتوهش، يعني غادي تاخذوا الياغورت ديال الفاني من الاحسن، يعني ما تستعملوش شي نكهه اخرى من غير البيستاج والفاني باش نعزوا هذا المذاق هذا. اما الا درتو شي نكهه مثلا ديال الخوخ اولا ديال الفريز ما يجيش زوين يعني مع هذا العصير بالضبط. انا كنهضر على هذا العصير. غادي ناخذ هنايا نص لتر ديال الحليب، وغادي نطحن هذا الشيء كامل ونعاود نرجع معكم. وها هو العصير ديالي البنات واجد. انتم البنات كيجي خاطر، كيجي لذيذ، المذاق غزال صراحه والله العظيم، كتحسوش كاع بالمذاق ديال القرعه نهائيا. هانتوما البنات ها هو البنات كيجي رائع. بسم الله صدقوني كيجي غزال بزاف، المذاق زوين زوين بزاف صراحه. وحتى لهنايا ما بقى لي غير نقول لكم يا الغزالات وصلنا لنهايه الفيديو. هذه هي الوصفه ديال هذا النهار، عصير خفيف طريف، وفيديو كذلك خفيف طريف، ونتمنى حتى انا نكون خفيفه طريفه على قلوبكم. وما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني وكتحفزني وكتشجعني دائما. شكرا لكم دائما، وخليتكم في امان الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو جاي. بسلام عليكم. عليكم.